اهلا بكل مشاهدينا مره ثانيه. وازاي نجدد بيوتنا، ازاي نطفي لمسات يعني تخلينا نحس كده ان احنا عملنا حاجه مختلفه من غير ما نصرف مصاريف كتير، لان كل حاجه بقت غاليه طبعا. وان انت تغير حاجه في بيتك دي حاجه اولا ازعاج، عمال بتدخل والناس ساعات لما بتكون خلاص مستقره وفي اطفال بتبقى العمليه صعبه جدا ان احنا نوقف مطبخ، نوقف حمام. البيت بيبقى عنده مشاكل كتيرة لو دخل عمال في الوقت ده. فإزاي ممكن ست البيت كمان بمصروف البيت البسيط اللي معاها، لو هي مش قادرة ان هي يكون عندها ميزانية خاصة بتغيير ديكورات البيت، إزاي تطفي جماليات تحسسها وتحسس أسرتها ان الله بيتنا اتجدد وتغير وبقى شكله جميل. نعرف بقى التفاصيل الخاصة بديكورات المنزل من ضيفتي مهندسة الديكور الأستاذة إنجي الجيار. ازيك يا إنجي؟ أهلا بيكي. ازيك عاملة ايه؟ ميرسي. قولي لي، احنا كنت لسه مع الشيف نهى في المطبخ، واكتر مكان ست البيت بتقف فيه او بتقعد فيه هو المطبخ. ده حقيقي. فالحقيقه انا عايزه ابتدي معاكي من المكان دوت. المطابخ من الحاجات اللي احنا لو بدأناها في الاول، اول ما دخلنا البيت وعملناها غلط خلاص شربناها بقيه عمرنا، لان العمليه بتبقى صعبه. للاسف المطبخ تقدري تغيري الليفنج، تقدري تغيري اوض النوم، انما المطبخ بالذات انت لازم تهديه كله، او يعني خصوصا لما يكون في مشكله في ديزاين. ففي شويه نقط كده الواحد ياخد باله منها في الاول خالص علشان خاطر يرتاح بقيه حياته. حلو. يعني مثلا في معروف قوي حاجه اسمها مثلث الحركه. مثلث الحركه ده ان في كل يعني كورنر من الضلع بيبقى فيه البوتاجاز والثلاجه، والبوتاجاز والثلاجه ثالث حاجه ايه المهمه؟ مش عارفه. الحوض. الحوض. ايوه صح. ما ينفعش يبقوا جنب بعض. لا، لازم يعملوا مثلث. وانس ان انت حققتي المثلث ده بتبقي مرتاحه في الحركه، اصل هي الحركه بتبقى سلسه منهم. فده وصحي كمان اكتر، يعني خطر ان احنا نحط مثلا بوتاجاز جنب الحوض، ده اللي انا اعرفه. ممنوع. بصي، هو بوتاجاز جنب الحوض هيبقى صعب اصلا تشتغلي جدا. تحطي الحاجات، طلعتي حله من على البوتاجاز هتحطيها فين؟ والعكس صحيح، يعني الميه. فيستحسن لازم اكشلي هو لازم مش يستحسن نعمل المثلث بتاع الحركه ده. تمام. الحاجه الثانيه كمان، في حاجات بتسهل على الستات دلوقتي مع التجربه، يعني مثلا الحوض الحله واحده، كل الستات اجمعت ان هو احسن بكتير من اللي متقسم اتنين. حاجة تانية مثلا الأبعاد بتاعت المطبخ، في أبعاد بلاش إن احنا نخرج عنها. يعني مثلا من الأرض للسطح بتاع الرخامة 90 سنتي. أوكي. ده المناسب، ده المتعارف عليه. وده كمان بيتهيألي اللي هو بيبقى نفس طول البوتاجاز عشان يبقى ماشي نفس. بالظبط كده. ده ارتفاع الرخامة بتاعت المطبخ كله. بتيجي بقى بتسيبي مثلا 60 سنتي وتعملي الدرف اللي فوق. الدرف اللي فوق ما ينفعش تبقى عمقها 60 زي الدرف اللي تحت. لازم تبقى داخله الحيطه شويه كده اهو. تمام. يعني انت مثلا قلتي الحوض والثلاجه والبوتاجاز دول في الثلاث كورنرات بتاعت لا، عاملين مثلث. عاملين مثلث مع بعض. في ناس ساعات المطابخ بتاعتها بتبقى صغيره جدا، ما تستحملش انها تحط فيها ثلاجه مثلا، او تحط ثلاجه صغيره وهي عايزه ثلاجه كبيره. بس على الاقل الضلع يعني يبقى ضلع كده وضلع كده، يعني أوكي. لازم يعملوا على الاقل مثلث، حتى مثلث زاويه قايمه. ماشي. انا عايزه اسالك مكان الثلاجه فين لو ما حطيتش في المطبخ، لانه في ناس بتحط الثلاجه ساعات في الريسبشن، انا بحس ان دي حاجه صعبه. لا، انا بالنسبه لي هي في المطبخ. هي في المطبخ، ما ينفعش غير في المطبخ. يعني ما فيش اي حاجه تعوض مكان المطبخ. ما فيش بديل. لا، ما فيش بديل خالص. أوكي. ده في رايي يعني. يعني حتى لو كده يبقى ثلاجه صغيره، ما نجيبش ثلاجه حجم كبير. بالظبط. يعني. طبعا بالعكس، بقى انت عندك الحريه خلاص ان انت تحت البوتاجاز تحطي، تعملي دراج تحطي فيها الحلل. فيبقى في ان انت، وانا هاخد مكان تاني اعمل فيه فرن. لا، هيبقى عالي. هيبقى مش هتوطي، اولا مش هتوطي، هيبقى ارتفاعه في مستواك العادي. هتفتحي الفرن كده بدل ما توطي بتشيلي حاجه تقيله. وفي نفس الوقت هو بيبقى مثلا بيتعمل له زي تاور كده، عمود بيتحط فيه الفرن، وممكن تحط فيه كمان المايكروويف وايه. فيبقى كله مع بعضه. والحاجه المهمه قوي كمان علشان العين ترتاح، طالما عملتي بقى بيلت ان، بليز اعمليهم كلهم لون واحد، يعني مش الثلاجه بيضه والبوتاجاز اسود. صح. والغساله الاطباق فضي. يا كله فضي، كله اسود. صح. كله ابيض. يا ريت العين هترتاح. فلاش اللي هي بين اليونت اللي فوق واللي تحت. دي لما تتعمل الرخامه لنفس هي الرخامه تكمل للحيطه بقى احسن كتير. على ان انت تعملي دي رخامه. اوكي. وده سيراميك مثلا حاجه تانية. ستيل هو حلو يعني. انا ما قلتش، بس هو اريح للعين ان هو يتعمل ده وده
تمام. لون واحد. طب الوانات المطابخ ايه بقى؟ هي موضه الوانات المطابخ دي كل شويه بتتغير يعني. هي المطبخ بالذات لو مشيتي على الموضه بتاعته هتقفلي منه بعد بالزبط. كتير العمليه صعبه. خلينا مثلا في الابيض بالبيج. الابيض الالوان في مطابخنا يعني هل ده ينفع معانا؟ بيتنظف بسهوله عادي دلوقتي كل الماتيريالز الجديده ديت بتتنظف بسهوله. أوكي. بالعكس هو بيوسع الدنيا. طبعا الابيض بيدي وسع. الالوان تاني طيب غيره عندك مثلا دلوقتي طالع موضه اللي طالع موضه دلوقتي الوان الباستيل يعني. أوكي. بينك فاتح. اصفر فاتح لبني فاتح. الله ايه ده الالوان هاديه كده عشان كفايه الحريقه اللي بتبقى جوه المطبخ. ايوه انا كنت لسه عايزه اقول لك لانه كمان مطابخنا كمان حر. وفي نفس الوقت نحس انه ضيق يبقى مشكله يعني لو حد عنده مطبخ ضيق وحر مشكله فعلا. هو المطبخ حر يعني حتى لو مش شغاله التكييف انت حرانه. فعشان كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوسع على نفسنا. يعني الاجهزه الصغيره زي التوستر والشوايه والبويلر يا ريت نعمل لها في دوره في اللي تتفتح كده لفوق تحط جوه. سنتي بتقولي ايه انا الحمد لله خلصت المطبخ ونظفته ومطبخ زي الفل تخشي بتلاقيه زحمه. حتى البويلر وحتى الميكروويف وحتى التوستر وحتى حاجات كتير اصلا يعني الرخامه مش رايقه. فمن الاول لما نيجي نصمم المطبخ نعمل درفه او جزء في المطبخ ده بيتقفل ويتفتح في كل الابلاينسز الصغيره. ايوه قولي لنا ايه العملي فيها لانه في ناس ساعات بنشتري حاجات واللي هي مش عمليه نقول يا ريتني ما عملتها يا ريتني ما حطيتها. ايه الحاجات الاساسيات اللي احنا نهتم بيها واحنا بنأسس المطبخ بتاعنا؟ بصي هو اكتر حاجه مهمه مش الاكسسوارات ايه هي الاكسسوارات منين او الجوده بتاعتها. بالظبط عشان ما تصديش لان الاكسسوارات اللي بتلف دي مع الوقت هي مش راضيه تلف. بتتزنق او تقع او تفك او تصدي. الادراج اللي هي البوش اللي انت بتزقيه ويطلع ده مع الوقت تلاقي نفسك يعني انت مستعجله بتطبخي حاجه ومش عارفه. هي الكواليتي بتاعه الاكسسوارات دي اهم من انهي اكسسوارات. تمام. اللي بتلف دي عمليه والناس تقول اعرف اجيب اللي جوه بس على فكره هي ما بتشيلش قد ما الضرفه بتشيل. صحيح. دي يعني حقيقة. بتلاقي نفسك ان انت متجمعه في صينيه صغيره وحواليها فاضي لو كان رف كان اخد اكتر. صحيح. عشان كده لو عندك يونت فوق مثلا كورنر فدي بتبقى مشكله في ان انت بتوصلي الحته اللي جوه اعمليها ارفف مكشوفه. هتسهلي على نفسك هتشوفي اللي جوه تعرفي توصلي. تمام تمام. طيب سله القمامه. أيوة. لانه دي مكانها المطبخ طبعا. في ناس بتحتار مش عارفه تحط السله دي فين وفي ناس بتحطها وتقفل عليها في درف. انا ما اعرفش مدى يعني او رؤيتك للموضوع ده ايه. بصي هو كل الترند دلوقتي في العالم كله بيحطوا زباله او سله المهملات في درفة تحت الحوض كتير قوي. بس يعني بعد التجارب الشخصيه هي اولا مكتومه بالظبط هتعمل ريحه. ده من ناحيه النظافه. من ناحيه ثانيه انت مستعجله عايزه ترمي حاجه مسحتي ايدك عايزه ترمي فينك هتفتحي الدرفة وترميها. صح. او انت بتقطعي ايدك اوريدي مش نظيفه تفتحي الدرفة وترميها. وسله المهملات بالذات الناس بتنسى لو ما عملتهاش في حته مقفوله بتنسى تعملها مكان في المطبخ. ايوه يعني خلصتي مطبخك وجميل وحلو وفرشتيه الله هتقف في النص ولا مفيش مكان. أيوة. فبتضطري انك تجيبي واحده صغيره. والصغيره دي مش عمليه خالص هي لازم سله حلوه علشان ما بس مش كبيره قوي برضو الا اذا كانت عيله كبيره. الا لو عيله كبيره لانه فاضل حاجه واحده بس في المطبخ نتكلم عنها الاضاءه لان المطابخ دلوقتي كلها بقت بيحط فيها اضاءات. فتنصحي الاضاءه تبقى ازاي؟ بصي هو الاضاءه لازم تبقى عاليه جدا. يعني المطبخ ده من الحاجات اللي لازم يعني مش اضاءه مش للديكور لازم تبقى اضاءه للاستخدام. هي احسن حاجه السبوتس يعني تبقى سبوتس في السقف دي بتنور جامد من ناحيه. ومن ناحيه تانية دلوقتي بقى كتير قوي في الديزاين بيبقى فيه في المطابخ درف ازاز. فممكن تحطي الاضاءه من ورا الازاز. تمام. الاضاءه المهمه اللي بتتنسي خالص الاضاءه اللي تحت اليونت اللي فوق. لان انت لما بتيجي تقطعي مش شايفه. في ساعات زاويه تبقى بالنهار لو انت مش مولعه النور مش شايفه. صح. فيا ريت بتبقى تحتيها. ودي تتعمل من الاول. لان بتضطري بعد كده تشتري حاجات جاهزه تلزقيها. ايوه بالظبط. فبتعمل مكان. فاوريدي اللي بيعمل لك المطبخ ممكن يعمل لك زي جروف كده. طب احنا قلنا ان احنا برضو هندي تكات نجدد بيها عشان من غير ما نهد المطبخ من اول جديد تاني. يعني ممكن نعمل كده الاضاءات اللي بتتلزق دي تبقى نوع من التجديد في المطابخ. طبعًا. اللي هم ما عملوش اضاءه زي طبعًا. دي في المطبخ. بتتباع في محلات كتير قوي بتباعها. بتلزقيها من تحت كده وبيبقى ليها ساعات بتبقى كمان بطاريه. يعني مش محتاجه لها توصل لها كهرباء. تمام. قول بقى اكتر مكان يعني اللي هو بنبقى مهتمين بيه قوي لدرجه انه ما فيش عيل من العيال اللي يهوب ناحيه الانتريه.
يعني الريسبشن او الانتريه ده من الحاجات اللي هو ما حدش يروح هناك، ممنوع غير لما يجي ضيوف. فده اول حاجه فعلا الضيف لما بيدخل عينه بتبص على المكان دوت يعني. فقولي لنا ايه اهم الحاجات برضو اللي ناخد بالنا منها لو احنا بنأسس، وايه الاضافات اللي احنا ممكن نعملها لو احنا زهقنا بقى من الكنبه هنا والفوتاي هنا، زهقنا عايزين نغير نعمل ايه؟ بصي، هو اول حاجه النقطه اللي انت قلتيها، دلوقتي كتير قوي مهندسين ديكور بيحاولوا يخرجوا التفكير ده من الناس، اللي هو الصالون ما حدش يهوب ناحيته. دي مشكله، احنا قاعدين متكربسين في اوض جوه والريسبشن كبير قوي وسايبينه بره علشان الضيف اللي بيجي كل فين وفين. ايوه، فانا ليا نصيحه بس في النقطه دي، الحاجه اللي هتحل القصه دي هم حاجتين: التلفزيون يتحط بره، غصب عنك تطلعي تقعدي بره. والحاجه الثانيه ان انت تحطي مثلا القعده بره تبقى مريحه شويه، يعني ده في حاله ان انت بتجهزي بيت الجديد، تبقى تخليها الكنب يعني كومفورتابل، مريح. ان هو تقدري ان انت تقعدي عليه وتتفرجي على التلفزيون. بس طبعا ايه، لو عندك اطفال بقى تتعاملي معاهم بقى، تشوفي الموضوع ده. ممنوع حد يقرب مقاسات البيت عندك. وتبقي ساعات الناس بتختار حاجات وتطلع كبيره جدا كبيره على المكان، او بتلق كده في المكان او ملهاش لازمه يعني. فلازم اهم حاجه مقاسات الصالون عندك. تقيسي المقاس بتاعه، ولما تروحي تشتري الكنبه تعرفي مقاس الكنبه ده هيجي هنا هيبقى كويس ولا لا. وقبل اصلا ما تشتري انت لازم تبقي مقسمه البيت. يعني عامله البلان اللي بيسموه فرنتشر لاي اوت. هنا الكنبه، هنا كرسي، هنا كرسي، هنا ترابيزه، تبقي مقسماه. فانت نازله وعارفه هتشتري ايه. مش هتقعدي لسه تقولي حلوه الكنبه دي انا احطها فين، تيجي هنا ولا تيجي هنا. مش هشتري اللي عاجبني وبعدين في الاخر احتاس بقى مش عارفه احط فين. فعلا ممكن تشتري اللي عاجبك في حاجات صغيره، لكن في كنب مستحيل. طب هي خليني عايزه اكلمك الحقيقه عن التفاصيل الصغيره، البيبلوهات والتابلوهات والحاجات اللي احنا بنحط لها، بحطها يعني كديكور في المكان نفسه. لانه ساعات بنشتري العفش وبعدين نحس البيت كده يقولك يعني ملوش روح. بالظبط، الحاجات دي هي اللي بتدي له. هي دي اللي ايه اللي نختاره؟ هل الحاجات الصغيره ولا الحاجات الكبيره؟ هل الحاجات السيلفر ولا الجولد؟ نعمل ايه؟ بصي، هو السيلفر او الجولد ده على حسب الذوق الشخص نفسه، وعلى حسب اللي يليق على المكان. دي فديت بس يعني لازم يبقى حاجه واحده من الاثنين؟ لا، ممكن تخلطي الاثنين عادي. ممكن تعملي ذهبي فضي مع بعض، حاجه ستينلس وحاجه، وممكن يبقى البيت بتاعك مودرن وتحطي حاجه فضي قديمه يعني. عادي حاجه فضه تتحط، ما فيش مشكله. تمام. مثلا انت عندك بيتك حلو ولطيف وفرشاه وكل حاجه، بس دلوقتي الموضه لون معين. قال لك الموضه دلوقتي ان انت تحطي اللون البيربل مثلا. خلاص، فتروحي حاطاه في الاكسسوارز. يعني مثلا تحطي مخده بيربل، تحطي شمع على الترابيزه لونها بيربل، البوت بتاعت الزرع لونها بيربل. ما تدخليليش اللون البنفسجي في كل ما تبقاش الكنبه والفوتيات. لا خلاص. ليه بقى؟ لان اللون البنفسجي هيروح عليه. هيجي لون تاني. هتقدري تشيلي الحاجات البسيطه اللي عملتيها. كويس، اوكي. المرايات من اكتر الحاجات اللي احنا بنحبها في البيوت يعني، وبرده بتدي احساس بالوسع. مهمه. المرايه تتحط فين الصح؟ المرايه تتحط فين؟ بصي، هو المرايه تتحط في اي مكان الا اماكن معينه. يعني مثلا لو احنا ما اتكلمناش على موضوع الطاقه، عشان الناس اللي هي دي مهمة. بتفهم في الطاقه والكلام ده كله، يقول لك المرايه بتسحب. ما تحطهاش قدام باب الشقه علشان هتعكس الطاقه وتطلعها بره تاني. يعني في تفكير بيبقى كده بالنسبه للطاقه. عندك مثلا انت عندك البيت فيه فيو حلو في الشباك، فشباكين مثلا وعندك فيو حلو، حطيتي مرايه، المرايه هتجذب انتباهك، مش هتبصي على الفيو، فخساره. انت تحطي المرايه الناحيه الثانيه تعكس لك الفيو. اوكي. وما تحطيش المرايه كمان في مكان بيبين لك الطرقه بتاعت اوض النوم. ايوه، الكراكيب، حتى انت حته بتحطي فيها حاجات هتوزعيها ولا وات ايفر، ما تحطيش المرايه تعكس لك حاجه مش حلوه. فكري المرايه هتعكس ايه. يعني مثلا اللي بيحط مرايه في السفره، طبعا البفيهات كتيره قوي بيبقى فيها مرايه. ايوه، بس بناخد بالنا ان مش حاجه ظريفه ان اللي قاعد بياكل شايف نفسه هو بياكل. ايوه. فدي المكان الوحيد بقى اللي تبقى المرايه عاليه شويه. في ناس بتنبسط على فكره بالموضوع ده، اللي بيحبوا الاكل. فدي يعني مش حاجه ظريفه عاده تاكلها.
واوضه النوم بالذات قدام السرير. قدام السرير دي لو قمتي بالليل ولا اي حاجه هتلاقي نفسك هيجيلك فزع. او بتسحب حد الطاقه للاسف، يعني بيقول لك تسحب ده من ناحيه تانية موضوع الطاقه. هي ساعات برضو يعني فعلا التسريحه بتبقى معظم الوقت الناس بتضطر تحطها قدام السرير ده بقى للاسف علشان المساحات. بتضطري عشان المساحه، غير ان الدولاب كمان ممكن يعملوه مرايات فتبقى الاوضه كلها مرايات. بتتحركي في الاوضه طول ما انت في ناس معاكي في الاوضه بتتحركوا. تمام. طب هو دلوقتي بما اننا اتكلمنا عن اوض النوم، يعني الدريسنج طبعا من الحاجات المهمه جدا دلوقتي عند الناس كتير. جدا فبرضو الدريسنج دي حسب، يعني اعتقد ان هي تبقى المساحه بتاعتها حسب الناس، اصحاب الشقه اصحاب البيت نفسها، الزوج والزوجه دول الدريسنج بتاعهم يبقى حجمه حسب هم بقى شغلتهم، هدومهم قد ايه، بيستهلكوا قد ايه، مش كده ولا ايه؟ بصي هي للاسف هي بتبقى حسب مساحه البيت، يعني انت ساعات بتشتري بيت ومساحه الدريسنج روم انت مقيده بيها، يعني ما عندكيش حل غير دي. الفكره بقى ان ما ينفعش تقولي انا هعمل دريسنج روم زي فلانه، لا فلانه مثلا محجبه، انت مش محجبه، هي بتلبس عبايات، انت بتلبس عبايات، انت عايزه اماكن تعليق قصيره، هي تمام. عايزه اماكن تعليق كبيره، تمام. انت بتلبسي كتير كل يوم بالظبط، فلانه ما بتلبسش كتير. فالدريسنج روم بالذات حسب الشخص نفسه. ما ينفعش تقلديها، هي بتتفصل زي اللبس بالظبط. ومثلا الراجل بيحب اللبس فليه جزء كبير، او راجل طيب ما بياخدش لبس كتير تعملي جزء صغير فيها. بتحب ان انت، في ناس مثلا عندها او سي دي بتقسم الشرابات، بتقسم الحزامه، في ناس عادي فممكن تعملها درج. فالدريسنج روم بالذات حسب كل شخص. تمام. هي بس الدريسنج دي فعلا افادت الستات جامد جدا 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 يعني جدا. والسلام بقى على واحده كمان من فكره نطلع صيفي ندخل شتوي والحاجات دي بتبقى مريحه. يعني انا بجد انبسطت بيكي قوي يا انجي، لو حابه ان انت تضيف لنا حاجه في الاخر تديها لنا كده كنصيحه اخيره، لان عارفه ان البيت طبعا لسه في وقت كتير ما اتكلمناش عنه، بس ايه اهم حاجه تحبي تختمي بيها تقوليها لنا؟ اهم حاجه ان البيت ده، يعني الست مش لازم تتاثر بصور المجلات وصور الانترنت والحاجات دي. انت بتشوفي صور حلوه قوي بس انت مش عارفه اللي بيحصل ورا الكاميرا. هم شايلين حاجات كتير قوي عشان يطلعوا الصوره الحلوه دي. صحيح. فما تبقيش ستريسد ان انت بيتك على طول يبقى شكله عامل زي المجله. اهتمي بنظافته، اهتمي بريحته، اهتمي بشياكته، قللي ما تجوديش، قللي الحاجات يعني الاكسسوارات الكتير عشان حتى يبقى سهل في التنظيف. يعني يعني خلي الحاجه كل ما كانت بسيطه كل ما كانت شيك. ما تتاثريش حتى الصور اللي عجبتك على الانترنت دي. اصلا هي بسيطه جدا. ايوه هي فيها ذوق اكتر ما فيها فلوس. زي ما قلت انا كنت بقول في الاول النظافه، وانت دلوقتي كمان بتقولي الذوق، فهو فعلا النظافه والذوق الجميل البسيط هم اكتر حاحاجه فعلا بتخلي البيت شكله جميل. طبعا يعني. طبعا وريحه الحلوه. بشكرك جدا يا انجي، انا اكتر نورتيني، وان شاء الله يكون ليها لقاءات اخرى ان شاء الله. ميرسي.